طيب يا شباب نكمل مراجعة كده سريعا على الجزء بتاع الستريس المايلة. المسألة دي في الشيت واعتقد ان الناس اشتكت منها، والمسألة في برضو مسألة زيها، فتعالى نشوف ايه الفكرة هنا. ويقول لك عندي element اضلعه مايلة، وفي عندي هنا ستريس في اتجاه اكس قيمته 30 وستريس مايل قيمته 14. بيقول لي احسب البرنسبل ستريسز عند اي زاوية. طبعا انا لو انا قلت احسب البرنسبل ستريسز يبقى لازم يبقى معايا سيجما اكس وسيجما واي وتاو اكس واي، او يقول لك احسب سيجما اكس تساوي كام، سيجما واي تساوي كام، تاو اكس واي تساوي كام. خلاص كده يا كده يا كده. طيب واحد ذكي بقى هيقول لي سيجما اكس بتساوي 30 وسيجما واي بتساوي 14 ويهبد. لا طب هعمل ايه؟ طلع ايليمنت عادي، الايليمنت اللي احنا مستنتجين منه القانون، اي ايليمنت يعجبك طلعه. وليكن مثلا هاخد ايليمنت اهو، واحد خد الايليمنت ده مفيش مشكله، طلع الايليمنت ده كده في جنب حط عليه ستريسز. يعني الايليمنت ده اهو لما طلعه في جنب كده اولا الزاويه دي كام؟ 60 درجه، دي بتساوي دي بالتقابل بالراس صح؟ والستريسز ده اللي هو 14 الزاويه دي كام؟ 60 درجه بالتبادل، لان خلي بالك ده بيوز ده الزاويه دي 30 درجه. وفي عندي 30، في عندي هنا سيجما اكس، ما تقولش سيجما اكس بتساوي 30، اوعى تقول سيجما اكس بتساوي 30، لا لازم اعمل الاتزان بتاع العادي خالص، الاتزان العادي اللي انا كنت اصلا بحل بيه استنتجت القوانين دي ازاي، اللي هو ايه؟ اول حاجه المايل يعدله. يعني ايه؟ لما اجي احلل هتلاقي ديت 14 ساين 60 وتديني هنا 14 كوساين 60، شيل دي كده خالص ما عادش موجوده. ال 14 ساين 60 ديت دي مين؟ دي سيجما واي. ليه؟ لان ما فيش معاها حاجه ثانيه، هي سيجما واي بس. يبقى تقدر تقول ان سيجما واي اوتوماتيك على طول 14 ساين 60 او كوزين 30، هي هي. طيب و تاو اكس واي، التاو اكس واي هنا على الوجه ده دي التاو اسمها تاو اكس واي، قيمتها بكام؟ 14 كوزين 60، يبقى دي 14 كوزين 60، كوزين 60 بنص يبقى بتساوي تقريبا 7 ميجا باسكال. دي هتطلع كام؟ ساين 60 اللي هو جذر 3 على 2 يبقى هنا 7، يبقى 7 جذر 3 يعني 12 وحاجه، جذر 3 1 ونص، يبقى 7 جذر 3 يساوي 12 و 12 من 100، يبقى سيجما واي تساوي 12 و 12 من 100. طب سيجما اكس بتساوي كام بقى؟ الاتزان، الاتزان اوعى تنسى موضوع الاتزان. يعني ايه الاتزان؟ يعني سيادتك اعمل اتزان سميشن الفورس في اتجاه اكس بيساوي صفر عشان تطلع سيجما اكس. تعال نفذها كده. اول حاجه هتقول لي في ناس هتعمل كده واقول لكم الغلط فين، هتقول لي كل اللي في اتجاه اكس ها سيجما اكس تساوي كل اللي جاي كده هيساوي اللي رايح هناك، يساوي 30 زائد 14 كوزين 60. معظم الناس هتعمل كده، وانا نبهت على الكلام ده كتير جدا، قلت لك ما ينفعش تعمل اتزان لستريسز، لستريسز ما ينفعش اقول الاستريس اللي رايح كده يساوي الاستريس اللي رايح كده، لا ده انا بعمل اتزان لفورس، وبالتالي ده عشان تتحول لفورس لازم تضرب في المساحه ديت، دي عشان تتحول لفورس لازم تضرب في المسافه دي في المساحه ديت، ونفس الكلام ديت. لو قلت ان المساحه دي بتساوي ال او اليونت افرضها اي حاجه قول ال، يبقى دي بتساوي ال كوزين 60، يبقى دي بتساوي ال ساين 60، يبقى سيجما اكس تضرب في مين عشان تبقى صح؟ سيجما اكس تضرب في ال المساحه بتاعتها،
ال ساين 60 اسف ال ساين 60. طيب بيساوي ال 30 تضرب في مين؟ في المساحه بتاعتها اللي هي ال ال زائد 14 كوزاين 60 المساحه بتاعتها اللي هي ال كوزاين 60 ال كوزاين 60. هتلاقي ان ال طارت مع ال طارت مع ال. الاستنتاج بتاع القانون العادي خالص اللي احنا كنا بناخده. طب وبعدين هيبقى عندك سيجما اكس ساين 60 سيجما اكس اضرب على ساين 60 اللي هي الجذر 3 على 2 هيساوي هنا 30 اللي راحت 14 كوزاين 60 اللي هي زائد 7 مضروبه في كوزاين تبقى بكام؟ 7 3 ونص يعني ده المفروض كلها شيل احط مكانها كام اجمعهم يبقى 33 ونص 33 ونص. يبقى سيجما اكس بكام؟ اروح مطلع السيجما اكس يعني اضرب في 2 واضرب على جذر 3 واسمع جذر 3 يبقى 33 ونص مضروبه في 2 هيساوي على جذر 3 38 86 من 100 38 يبقى سيجما اكس 38 86 من 100 ميجا باسكال 38 86 من 100 ميجا باسكال. لو قلت لك بقى اكس سيجما 1 وسيجما 2 هتقدر تحسبهم. ما انت معاك سيجما اكس وسيجما واي وتاو اكس واي عاود بس في القانون مباشره. خلي بالكم ان عادي من المساحه. واحد تاني هيقول لا ده انا هعمل اتزان عند الاليمنت ده برضه ما فيش مشكله. خد اي اليمنت يعجبك. في ضلع مائل وهتقول لي نفس الكلام. ما هنا سيجما اكس بتاثر على الضلع العدل ده. طب هتقول لي سيجما اكس بتساوي القيمه دي. امتى سيجما اكس بتساوي الاستريس ده او الفرصه اللي راح كده بتساوي الفرصه اللي راح كده؟ لو دي مش مايله، لو دي في البدايه اصلا ما كانتش مايله، يعني كانت كده. وبالتالي مفيش مركبه عندها هتظهر على الوجه ده عشان اقدر اجمعها. تمام كده؟ خلاص؟ طالما دي مايله دي هتجيب لي مركبه في اتجاه الاكس، لازم ادخلها معايا في الجمع بتاع الاكس عشان اقدر اعمل اتزان. طبعا في المساله الثانيه بتهيألي الثانيه اسهل من دي شويه لان عندك ضل الاضلاع بتاعتك مش مايله. اعتقد ان المساله اللي هي قبلها او بعدها تقريبا اللي هي ديت دي ده ستريس مايل قيمته تقريبا 100 وده ستريس مايل قيمته 100 ده 100 كده على الاوجه كلها بقى يعني على الاوجه كلها كده ستريس قيمته 100 وبيقول لي في عندي مستوى مايل بزاويه 30 درجه مايل بزاويه 30 درجه مع الافقي احسب الايه؟ احسب النورمال ستريس عليه على مستوى المايل ده. احسب النورمال ستريس على مستوى المايل ده ولو قلت لك احسب سيجما 1 او سيجما 2 مش فارقه معايا في اي حاجه القصه كلها ازاي احسب سيجما اكس وسيجما واي وتاو اكس واي بعد ما حسبتهم تحسب اي حاجه. طب اعمل ايه؟ خد اي اليمنت على الاليمنت بتاعي طلعه جنب كده اهوت اهوت ناخد اليمنت اهو وليكن ده الاليمنت اللي انا هشتغل عليه. بزاويه 30 درجه. في عندي ستريس هنا كده مايل. في عندي ستريس على الوجه ده مايل. طب وبعدين؟ احلل ده كده. الزاويه دي 45 درجه، الميل هنا 45 درجه والميل فوق 45 درجه، يبقى هنا يبقى 100 كوزين 45 100 كوزين 45 يبقى هنا في 100 ساين او كوزين 45 فوق مش هتفرق لان الكوزين هي ساين 45 نفس الكلام هنا ادا واحده ادا الثانيه 100 كوزين 45 هنا 100 كوزين 45 برضه مفيش مشكله وامسح دي بقى عندك اليمنت عادي جدا السيجما اكس بتاعتك 100 كوزين 45 السيجما واي 100 كوزين 45 التاو اكس واي 100 كوزين 45 خلاص كده؟ طبعا هي مع الوجه ده انت الوقت هتيجي موجب عشان حتى لو عوضت في القوانين. يعني لو قلت لك بقى هات لي نورمال ستريس على المستوى ده نورمال ستريس على المستوى عايز كل النورمال ستريس العموديه هنا هتعمل ايه؟ ده اتجاه اكس داش يبقى هتقعد في القانون عادي جدا هتقول لي انا عندي السيجما اكس داش هيساوي
سيجما اكس زائد سيجما واي على 2 زائد سيجما اكس ناقص سيجما واي على 2 كوزاين 2 سيتا زائد تاو اكس واي ساين 2 سيتا. سيجما اكس موجوده وتنشن، سيجما واي موجوده وتنشن. القصه بقى هنا فين؟ في السيتا. اولا التاو برضه هتعوض موجب، هتحط عليها موجب، لان مع الضلع ده اللي انت خدته ده طالع لفوق فهتحطها موجب. طب السيتا عندك بقى بتساوي كام؟ تعال نحسب السيتا كده. لو انا الاليمنت اللي اسمه ده خدت هنا كده المحور اكس، ده محور اكس، فين الزاويه؟ الزاويه ديت اللي هي سيتا قيمتها بتساوي كام؟ خلي بالك دي بتساوي 30، يبقى دي بتساوي 60 واحطها بالسالب، يبقى لما تيجي تحط هنا يبقى سالب كام؟ سالب 60 طبعا في 2 يبقى سالب 120. خلاص كده يا شباب؟ واجيب النورمال ستريسز. لو انا عايز اجيب التاو برضه اجيب التاو مفيش مشكله. خلي بالك بس من الافكار بتاعه الايه؟ الستريسز المائيه. ده الفيديو الاخير اللي هسجلكم النهارده ان شاء الله. هنبه بس على حاجه كده صغيره تخلوا بالكم منها، الا وهي بالنسبه للزوايا الستات. الناس اللي بتلخبط في الزوايا، انت لما بتيجي تحسب سيتا بي بتقول نص تان ماينس 1 2 تاو اكس واي على سيجما اكس ناقص سيجما واي. كلنا عارفين القانون ده؟ جميل. قلت لك لما جاي نستنتج القانون، مش عارف الناس فاكره ولا لا، قلت لك انا بفاضل الداله بتاعت السيجما اكس داش علشان افاضلها بالنسبه لسيتا وسواها بالصفر، يديني القيم الكريتيكال، القيم اللي هي الماكسيمم والمينيمم. يعني مثلا سيتا بي بيظهر لها قيمتين، سيتا بي 1 سيتا بي 2، والناس كلها عارفه الكلام ده. خلاص كده؟ وقلت لك لما تيجي ترسم الاليمنت انت بتحط هنا مين؟ سيتا بي 1 بتاع الماكسيمم. لو انت بترسم هنا سيجما 1 وهنا سيجما 2 مثلا، ازاي بتحط هنا سيتا بي 1؟ الزاويه اللي انت حسبتها هنا من اول حسبه هي بي 1 ولا بي 2؟ انا قلت لك حطها في البدايه بي 1 لعد ما تشيك عليها، وانا معتمد ان انت عارف بتشيك ازاي. فالناس لقيتها بتعمل ايه؟ لقيتها بتاخد الزاويه ديت وبتعتبرها ان سيتا بي 1 وتروح ترسم بيها الاليمنت ده على طول. انا قلت انت اكيد عارف بقى هتشيك من الكبيره ونص صغير. حتى انا قلت ساعتها قلت يا باشمهندس خد ديت حطها في العلاقه بتاعه السيجما اكس داش، شوف هيطلع لك سيجما 1، شوف قيمتها بقد ايه. وقلت لك ساعتها سيتا بي 1 زائد سيتا بي 2 تساوي 90 درجه، يعني تقدر تحسب سيتا بي 2. خلاص كده؟ طيب لو انا خدت سيتا بي 2 وحطيتها هنا هيطلع لك سيجما 2. شوف مين الاكبر، الزاويه اللي هتطلع لك سيجما اكبر تبقى دي سيتا بي 1، لان الاثنين دول انا ما اقدرش احدد للواجهه الاولى من 1 ومن 2. وطب انا هعمل ايه بقى عشان نخلص من الموضوع ده والناس ما تتلخبطش؟ انا هعمل التاني. اول حاجه هعملها هحسب سيتا بي 1 زي ما قلت للناس، هتطلع قيمه وليكن القيمه ديت 15 درجه. انا هبدا القيم عشان تفهم. هقول سيتا بي 2 يساوي 75 درجه، لان مجموع الاثنين 90 درجه. لو طلعت سالب 15 دي برضه 75، سالب ده اتجاه. اوعى تروح تقول لي سالب 15 ومش عارف ايه اطرح منها وتعملها لي جمع تطلع 105، لا. انا لما اجي اجمع ده زائد ده بجمع جمع جبر عادي، الاثنين مجموعهم ب 90 درجه. جميل. انا لحد دلوقتي ديت انا ما اكدتش 100% ان هي بي 1، ودي ما اكدتش 100% ان هي بي 2، طب اعمل ايه؟ هتحسب سيجما 1 وسيجما 2، دي الخطوه الثانيه. هتحسبهم منين؟ من العلاقه اللي بتقول سيجما اكس زائد سيجما واي على 2 زائد او ناقص ار، اللي هو سيجما اكس زائد سيجما واي على 2 بلس وماينس ار اللي هو الجذر. هيطلع لك قيم هتقول سيجما 1 وسيجما 2، وده مفهوم في المساله. وليكن سيجما 1 مثلا 200 ميجا باسكال، وسيجما 2 طلعت ب 100 ميجا باسكال.
حلو قوي. تعال بقى نشيك سيجما واحد تاخد اي زاويه من دول، مين الزاويه الماكسيمم ومين المينيمم؟ التشيك هنا لازم تروح لمين؟ للسيجما اكس داش هيساوي، هتروح معوض في قانون السيجما اكس داش بالزاويه ديت. اوريدي انت معاك سيجما اكس، معاك سيجما واي، خلاص كده؟ معاك الزاويه تحطها بكام؟ تحطها ب 15، تحطها باول زاويه. وتحل العلاقه ديت وتشوف السيجما اكس داش اللي طلع بكام. هتطلع حاجه من الاثنين مفيش ثالث ليهم، يا تطلع 200 يا 100. يبقى الزاويه ديت لما احطها هتطلع لك يا سيجما 1 يا سيجما 2، نفترض انها طلعت ب 200. يبقى اوريدي انت متاكد 100% ان ال 15 دي بتاعت مين؟ بتاعت السيجما 1. طيب لو طلعت غير كده، لو طلعت طلعت هنا 100، يبقى انت متاكد ان دي بتاعت مين؟ التشيك اللي انا قلتها والناس ما اعرفش يمكن ما خدتش بالها منها، قلت لك ان التفاضل بيطلع القيم الكريتيكال للداله اللي هي الماكسيمم والمينيمم. حتى في الجبر كان يقول لك طب انت عايز بقى تتاكد هل هي ماكسيمم ولا مينيمم، كنت بتعمل التفاضل الثاني وتعوض بالنقطه وتشوف. انا هنا نفس القصه بالظبط، انا هعمل ايه؟ هطلع الزاويتين وهطلع سيجما 1 و2، وهاجي في قانون السيجما اكس داش اعوض بزاويه اي واحده فيهم. عايز تاخد ال 75 خد ال 75، عايز تاخد ال 15 خد ال 15، خد زاويه فيهم وعوض هنا. والله لو لقيت ان السيجما اكس داش طلعت بواحده من الاثنين شوف طلعت بمين. لو طلعت بالكبيره يبقى الزاويه اللي انت عوضت بها هي الكبيره، لو طلعت بالصغيره يبقى الزاويه اللي انت عوضت بها هي مين؟ هي الصغيره، وهكذا. انا حبيت بس اكد على النقطه ديت لان في لخبطه كتير حاصله في الزوايا. انا كنت معتقد ان انتوا يعني بتعملوا تشيك على الزاويه قبل ما ترسم الاليمنت. لان انا لما جيت قلت في رسم الاليمنت انت بتحسب 6 1 وتاخدها ترسم بيها. انا طبعا انا فاهم ان انت هتشيك قبل ما ترسم، مش بتاخدها كده عميانه وترسم بيها على طول.